دي فقرتنا الأولى من أون تايم على الموعد. رح يكون معي دكتور رائد محسن، أخصائي إرشاد زوجي وعائلة، لنحكي عن موضوع أثر الخيانة على الأطفال والمراهقين. بالبداية بدي أرحب فيك معنا دكتور، أهلا وسهلا فيك. اهلا فيكي، صباح خير لك ولكل اللي عم يشاهدونا. بالبداية بدي أحكي أنا وياك شوي عن أثر الخيانة، هل هو واحد على الأطفال والمراهقين أم بيختلف بطبيعة الحال؟ هلا في اثر عليهم اثنيناتهم نعم اذا صار في خيانه بين الاهل، بين نعم الزوجين. المراهقين واعيين اكثر نعم ده الموضوع بكونوا من الاطفال. نعم الاطفال يمكن اوقات في حس عندهم، بكونوا عرفوا انه في شيء غلط، يمكن ما عارفين شو الغلط، ما بيعرفوا انه هيدي خيانه. نعم بس اذا الاطفال عرفوا انه هيدي خيانه بتهدد وجودهم، بيعتبروا انه ماما وبابا رح ينفصلوا عن بعضهم حتى لو لم تؤدي هذه الخيانه لقرار بالانفصال. نعم هلا المراهقين صفت مسألة أخرى، يعني في تأثير عليهم، وتأثير على أنه الخيانة هي حل ممكن شوفوها أنه هيدي ممكن أن تكون حلا في المستقبل إذا صار في رتابة بالعلاقة، صار في ضجر وزهق، أو صار في خلاف. نعم يعني هذا الشيء خطير، بتغير لهم من نظرتهم للعلاقات بالمستقبل إذا فينا نقول. أكيد. وهلا نعم بالنسبة للأطفال إذا ربيوا على، يعني إذا تنقول الأب عم بيخون أو الأم، خلينا نقول الأب عم بيخون نعم وضلت الام، وهذا ينطبق على المراهقين، يعني في اشياء كثير مشتركه، الاشياء مشتركه بين المراهقين والاطفال اكثر من نعم المشترك. نعم المشترك هو انه الماما ضلت مع البابا من بعد تكرار الخيانه، ما انه خيانه مره، تكرار الخيانه. بقى كمان الخيانه صارت شو اسلوب سلوك مكتسب. مكتسب يعني اذا انا ربيت بجو في خيانه بالبيت، معناتها والماما استطاعت ان تتكيف مع الاب مع البابا لكل هالفتره، معناتها انه بكره انا ممكن كتير انه زوجتي كمان هيك بعتبر انه تتكيف مع الموضوع، لانه اكتسبت هالسلوك هيدا من بي. وهيدا منه كتير حكي صحيح، لانه المراه اليوم غير المراه امس، يعني وكل جيل من الشباب والصبايا، لكن من الشابات الصبايا عم بيكون مستقل هم اكاديميا بتتقبل مهنيا وماديا، بشكل انه ما رح يكون عندها القدره على تحمل الخيانه مثل ما امها او عمتها او خالتها كان عندها قدره على التحمل، لانه كانت مجبوره تتحمل لانه ما كان في مكان تلجا له. لكن الاستقلاليه الماديه، وهون التشديد على مهنيه المراه واستقلاليتها الماديه الناتج عن تحصيلها الاكاديمي او مهنه ما، هي انه اذا قالت انه انا ما بسمح مره تانية هالشي ينعاد، بياخذ كلام بقى بمحمل الجد. نعم اما اذا وين بدها تروح، معناتها بكرر الخيانه مع نفس الامراه ومع امراه اخرى. نعم وهون بنفس الوقت مثل ما ممكن العكس يصير، مثل ما انه بكره زوجتي بتستطيع تتكيف مثل ما الماما تكيفت، ممكن يقول لن ادع زوجتي ان تتحمل وتصبر وتعاني كما عانت امي مع ابي يعني مثلا. ممكن يكون عنده رد فعل إيجابي أو سلبي على صحيح علاقاته بالضبط، المستقبلية. مظبوط نعم صحيح. طبعا المصارحة، هل بتشجع دكتور أنه الزوجين إذا صار في خيانة أنه يكونوا عم بيصارحوا الأولاد، أو شو هي الطريقة الأنسب ليخبرون، أو هل من الأصح أنه يخبرون؟ إذا كانت الخيانة ستؤدي إلى انفصال وطلاق، نعم إذا كان بين بعضهم والولادهم ما عرفوا فيها وهن عم بيصححوا الأمور، اتفقوا يضلوا، اتفقوا ينفصلوا، هذا شأنهم، ما ضروري يخبروا الأولاد. نعم بس صار في انفصال، من حق الأولاد يوما ما إنه يعرفوا ما الذي أدى إلى الانفصال والطلاق. بس هيدي كمان فيها كتير إلى توابع، يعني لما نجي نقول فرضا الماما هي التي خانت او البابا، هلا خلينا نستعمل الماما، قبل كنا عم نقول بابا احسن ما نحمل الذكور او الاناث نعم اكثر من بعض. طيب عفوا، عم نقول انه عمره 12 و13، اولادنا 14، يعني ما ضروري نخبرهم، لكن يوما ما يمكن يعرفوا من غيرنا، ويمكن يعرفوا مش من غيرنا بس الاهل بدهم يوصلوا المسج للرساله انه شو سبب الانفصال، ومن حقهم يعرفوا 19 و20 نوعا ما شو اللي صار بالعمر هيدا، قاعدين يستوعبوا الاشياء. فالعبول انه لها توابعها، بمعنى انه الماما خانت البابا ما قدر يتحمل، او البابا خان ماما قدر يتحمل، ذلك ادى الانفصال. بس كمان ما نعرف ما الذي دفع الماما للخيانه، ما عم برر ودون تبرير، لكن نعم عندما نعم تقول في المراه دوافع عندما تقول الام او المراه انه انا اختنقت
بطل عندي متنفس. وكانت هذه العلاقة البديلة الجانبية البديلة هي المتنفس الوحيد إلي والأكسجين تبعي. نعم. وهي كلمات أنا بستعمل كلمات سمعتها. نعم. صحيح متداولة. هاي الأكسجين تبعي نعم. الوحيد هي العلاقة البديلة اللي خلتني ضل معه نعم. كل هالفترة كرمال الأولاد. فإذا كان في مشاكل بينك وبينه طبعا بنقول إنه هاي حل المشاكل يكون بوسائل أخرى. نعم. بس خلينا نقول هي انعدمت. في نساء لما يحكوا لك تفاصيل حياتهم كيف مسكرة كلها وجههم وكيف مطوقة من كل الجهات وما في أهل داعمين بتصير تقول هيدا الأكسجين الوحيد تبعي. طيب هلأ قادرة هي صحيح. تشرح لبنتها وابنها المستقبل العوامل التي أدت لدفعي لإقامة علاقة بديلة. فإذا هيدا باب إذا ما نفتحه بدها كل الأسباب تفوت منه. فإذا الماما خانت هاي السبب المباشر حرب عالمية ولا حرب عالمية تانية في سبب مباشر الحرب. نعم. بس في أسباب غير مباشرة يمكن أقوى من السبب المباشر. مزبوط صحيح. بقى هون ما الذي أدى إلى خيانة الماما للبابا مع رجل آخر؟ في عوامل. هلأ بيجي الواحد بلوم الماما بقول لها طب كريزة انفصلي عنه قبل. نعم. كريزة الطلقية قبل. هذا حديث آخر. بس إنه واحد بده يحكي عن الخيانة وأسباب الانفصال بده يحكي عنها كلها بما فيها الخيانة. نعم. أكيد هذا موضوع لوحده دكتور موضوع الخيانة. السؤال اللي بدي أطرحه عليك هل استمرار أو الزواج أو الانفصال هو الخيار الأفضل من بعد اكتشاف الخيانة للأولاد إذا ما نحكي كوقع على الأولاد يستمروا أو ينفصلوا برأيك؟ هل قادرين يستوعبوا الأهل اللي حصل أو نعم. يعني إذا البابا خان هل ماما استطاعت أن تستوعب هذه الخيانة و تمنح الوقت الكافي لإعادة بناء الثقة؟ ترميم الثقة بناء الثقة يحتاج إلى وقت إلى أشهر وسنوات. نعم. كمان نرجع عرفوا الولاد بهالشيء أو ما عرفوا بهالشيء. إذا عرفوا بهالشيء معناتها كمان عم نفرجيهم كيف البابا اللي خان الماما ويكون قد خان العائلة بنفس نعم. الوقت نعم. كيف كلنا عم نمنحه بدون ما نفوتهم بالحديث طبعاً أو مناقشة لكن يعني بكونوا هن بفتكر كتير ممنونين انه الاهل بعضهم مع بعضهم لكن سيكون تأثيره اكبر اذا اعاد فعلته. نعم. بينما انه البابا كان عنده مرة اخطأ بحق الماما وبحقنا لانه عندما يخون الام بكون خان الاولاد كمان. عائلة ككل. ايه لكن بفعل المحبة اللي كانت جمعتهم والرابطة اللي كانت بيناتهم وتاريخ العلاقة وهذا الشيء فيها تحكي فيه بعدين خاصة مع ابنها ومع بنتها انه حتى ما تفتكر بنتها انه مفروض بكرة انت انه تقبلي بهالشيء لانه ما كل الرجال اللي حبيخونه واذا خانوا ما كانوا اللي حيخونوا مرة واحدة. فاذا انا منحت بيك هالثقة مرة تانية وكان ادى بغض النظر هلا على الغلطة وعلى الاذى الذي لحق بها للام وللولاد. نعم. الخيانة بين الزوجين دكتور هل بتدفع الأولاد إذا عرفوا نحن عم نحكي بحال عرفوا بتدفعهم ليكونوا عم يختاروا أحد الأبوين بطريقة لا شعورية يعني بيصير في فجوة إذا فينا نقول بالنسبة للأولاد مين يختار مع نعم. مين يكونوا لا إذا صار في خيانة وعرفوا الأولاد بالخيانة هل بيميلوا لا شعوريا للأب إذا كانت مثلا الأم هي الخيانة أو للأم نعم صحيح هيتعاطفوا مع ال هذا الشيء بيخلق فجوة لشعورية بالأسرة مع اللي أذى إيه مع نعم. اللي أذى رح يتعاطفوا معها للأم إذا كان نعم. بابا هو اللي خين وإذا صار في انفصال نعم. أسوأ تصير الحالة نعم. إذا ظلوا مع بعضهم عايش معهم بالبيت مثل ما ذكرت قبل عم يبني هالثقة مع زوجته ومع أولاده نعم. في مجال ليصحح ويرمم ويصوب. طيب وإذا صار في انفصال وطلاق تصوري مثلا الحضانة معهم وهن عايشين مع حدا برأيهم هو سبب الانفصال والطلاق نعم. وعايشين معهم لأنه هيك المحكمة الشرعية أو الروحية قررت نعم. يعني هيدي حالة كتير سيئة. وإذا كانوا مع الأم بتصير بدها تترجيهم ويشوفوا بيون تشرح لقالون أنه هيدا شيء بيني وبين بيكون مش بينكم وبينه نعم. مثل ما ذكرنا بالأول نحكي شوي سريعا عن تأثير الخيانة الزوجية على نظرة الأطفال أو المراهقين أول شيء للعلاقات ولثقتهم بالآخرين وللزواج
بتتغير نظرتهم أكيد حسب التربية وحسب نوع الخيانة اللي بيصير وحسب عدة عوامل، بس بشكل عام كيف بتأثر الخيانة على علاقات الأطفال أو المراهقين المستقبلية فيما يخص العلاقات الزوجية أو الرومانسية؟ انفصال والطلاق لوحده بيأثر، نعم لكن تواصل الأهل مع بعضهم بعد الطلاق هو اللي بيأثر أكثر على مفهومهم للزواج والعلاقة نعم العاطفية. إذا كان الانفصال والطلاق حضاري وظل التواصل فعال بين الأهل بما يخص الأولاد، نعم معناتها ما حيتأثروا كتير. هيدي بالحالة العادية. بالنسبة هلا عم نحكي للخيانة. بالنسبة للخيانة، نعم لأنه حتى نفصل بيناتهم موضوع آخر. صار في نظرة هلا، لما نحن هلا كل شيء إذا بتسمعي مثلا تنقول ببرنامج حواري بده يكون قصير، إذا عم تسمعي خطاب ما بده يكون كمان مدته إذا عم قصيرة. تقرأ بالماضي أرتيكل نفس كل الشيء. شيء نعم كل شيء صار بطل عنا القدرة على الإصغاء صحيح لساعتين، أو صحيح يعني كله بيلحق بعضه. لذلك النظرة صارت عند هالجيل الجديد هلا هو إنه كيف فيكم تضلوا مع نفس الشخص ل 40 سنة ل 50 سنة؟ تجي حالة الخيانة هيدي تدعم هذه الذهنية وهذه القناعة إنه أكيد بدكم تخونوا بعضكم، انه مين معقول يضل مع حدا لفتره اكثر من، خاصه اذا كانوا بعمر المراهقه و they are dating هلا عم تتواعد او يتواعد مع حدا وصار لهم سوا سنه، بقول اف زهقت انا هلا with my girlfriend، انا مع شريكتي مع صديقتي صرنا سنه وزهقت، كيف الواحد فيه يتزوج بكره؟ بتجي قدامه اهله او حدا من القرايب نموذج لخيانه تدعم هذه الفكرة انه ايه مزبوط، صحيح اذا انا سنة وزهقت اكيد صار لهم 15 سنة او 10 سنين سوا بدهم يزهقوا. فاذا شو ما عملنا ما في مجال لتلطيف الأثر. فعل الخيانة. نعم ما له يعني في واحد يحكي عن اشياء كثير، في واحد يقول انفصال وطلاق بشكل عام، نقول اذا في تعنيف لا، الانفصال والطلاق اذا المعنف ما بده ما قبل يروح على المعالجة افضل للاطفال وللمراهقين وللام. نعم هون ما في شيء بالخيانة واحد فيقول انه في الى حسن ما. فاذا خاصة المخاطر تبعها، لما الواحد انا بشدد على انه لما عندما خان زوجته خان اولاده، بمعنى انه خاصة اذا عرفوا يعني عم تخون العائلة بالنسبة لهم هني، وعم تدعم الفكرة اللي حكيت عنها انه نعم بيزهق الواحد من الثاني بغض النظر شو الاسباب. هني ما رح يغفروا للماما او البابا للي خان، لكن بنفس الوقت عم بيشككوا بمؤسسة الزواج. بصير أي حدا بيحكي إنه بالمستقبل يعني بالصفوف الثانوية والجامعية بصير في مناقشات تبع هل المؤسسة الزواج هي مؤسسة فاشلة بمفهوم، نعم عم بيبدأوا من دغري إنه فاشلة، نعم بينما مفروض يكونوا مثلا بالنص نيوترال، إنه بعد مني أخذ وجهة مش نظر بساعد اسمع هون أو هون. بدنا ننهي أنا وياك سريعا. إذا الأهل أو الزوجين قرروا أنه يتخطوا موضوع الخيانة بغض النظر من الطرف اللي خان، بدنا نعطيهم هيك نصايح كيف فين يكونوا عم يتخطوا ويبلشوا من جديد. هي التراكمات بتراويات المسائل لتصبح مشاكل. نعم. تراكمات هالمشاكل هيدي بتصير تسبب شرخ أكتر وأكتر بين الزوجين، وأكترية الخيانات الزوجية ما بتصير من أجل السبب الجنسي، بتصير سبب فراغ عاطفي. نعم. أو إذا ما فراغ عاطفي خاصة عند النساء، يعني إذا ارتاحت مع شخص آخر مع رجل غير زوجها ما بيكون بذهنها أنه ستؤدي إلى علاقة جنسية، بيكون عم برتاح معه عم بخليني بحس بحالي أكتر أنا وياه، وتدريجيا تصبح علاقة جنسية ربما. هلأ في البعد اللي ما عم نتعاطى مع بعضنا كتير، ما في حكي ما في شيء اشياء مشتركة، ومع الشخص اللي عم بلتقي فيه او بلتقي فيها بمجال العمل او خارج مجال العمل عم بحس حالي اكثر مرتاح، كمان ما عم نحكي بس عاطفيا، انا عم نحكي على الصعيد المناقشات بتصير. نعم. مواضيع يمكن بيئيه، مواضيع فنيه، مواضيع ما بتجمعها هي وزوجها ما بتجمعه هي وزوجته، بقى بصير بلاقيها بامراه اخرى تؤدي فيما بعد تدريجيا. فاذا خليني الواحد لما يقول انه انا بحب انه انا وياك نصير نعمل نشاطات ما بعرف بشو، بدل ما يصير عندها الرغبه انها تعملها مع وهو يصغي لها ويسمع لها، واللي بالنسبه لها مهم هيدا المفروض يكون له مهم حتى لو هو لقيها مساله ثانويه، والعكس نعم. صحيح اللي بلاقيه هو شيء مهم وشان مهم بالزواج ونستعملوه كزوجين اعمليه كرماله، لانه كمان لازم يعمل اشياء كرمالك، والا
يمكن تدفعوا الامور والوقت انه يعمل هالشهاده مع امراه اخرى. فاذا الاصغاء لحاجاتنا المتبادله وتلبيتها. أنا بدي أشكرك دكتور رائد محسن، أخصائي إرشاد زوجة وعائلة، على حضورك معنا اليوم وعلى المواضيع أو القضايا العائلية جدا مهمة واللي عم نعاني منها بالمجتمع، هيك اللي تشرح لنا إياها بطريقة مبسطة ومهمة كمان. شكرا لك. شكرا لك. شكرا مشاهدينا، زميلتي ريتا رح تكون معكم بعد الفاصل.